نروح دلوقتي لرسائل الأبراج اللي بتكون معانا كل يوم ونبدأ بيها يومنا السعيد مع الأستاذة سونيا الحبال خبيرة الأبراج. أهلا بك يا فندم. صباح الورد والفل والياسمين، على أجمل يوم سعيد. صباح الفل. صباح الخير، دايما يوم حضرتك سعيد. وبنبدأ معاكي كده برسائل إيجابية لبرج الحمل، يا ترى رسالته النهاردة إيه؟ برج الحمل في حاجة فيها تتغير النهاردة، لأن رسالته بتقول اليوم تشعر بالتغيير الذاتي، هناك نهاية وبداية. ده هو اللي هيغير حاجة في نفسه يعني؟ في حاجة عنده هتتغير النهاردة، بس اللي هو يعني هو في تضحية هيوقفها. في ايه السمات المميزة لبرج الحمل وعنده استعداد ان هو يعني يغير فيها، ينوع فيها، يتغاضى عنها، ينساها، يخلي شخصيته مختلفة عن ما كانت عليه؟ هو الحمل دايما، عشان هو من الأبراج النارية، دايما نقول له بلاش اندفاع، بلاش عصبية. فاللي من أبراج برج الحمل بتقدر تسيطر على الحتة دي، انها متبقاش مندفع أو عصبية أو بتتصرف بسرعة، لأنه هو تلقائي جدا، تلقائي مندفع، يعني دايما نوصفه كده. لما بيبطلوا الاندفاع ده بتبقى الدنيا أوكي تحت السيطرة. طيب يعني النهاردة هيبطل اندفاع بقى، هيغير في هو شخصيته. امبارح برج الحمل أنا فاكر كويس إن كان في حاجة، فيها رسالة، فيها توتر، هو بيعاني من توتر. كنا بنحذره. كان في تحذير. النهاردة خلاص هيغير؟ لا، النهاردة في حاجة، يعني عارف اللي هو ايه، في حاجه فيها تتغير. يعني مثلا كان بيضحي قوي، يعني مثلا لحد ما يستاهلش، لا هيبتدي يوقف المشاعر دي، هيدوس على المشاعر دي. في حاجه فيه بتتغير. تمام. نروح لبرج الثور. برج الثور بقى طبعا احنا ابتدينا اعياد ميلاد برج الثور، فهتلاقي بقى طبعا ايه دايما رسائلهم لطيفه قوي. يعني النهارده برج الثور دعم وتقدير وهدايا تسعدك، وده اكيد لان خلاص اعياد ميلادهم بدات. ايه الهدايا اللي بتسعد برج الثور؟ برج الثور برج من الابراج العمليه شويه، فبيحب الحاجات اللي تفيده، بيحب الحاجات العمليه، يعني مش الرومانسيه، لا الحاجات اللي هي فيها يعني هديه قلم شيك كده حلو ليه، لو هو بيشتغل في مكان لطيف يبقى بالنسبه له حلوه، حاجه يكون محتاجها. ما تبقاش ملهاش لازمه. لازم يبقى يعني محتاجها، مش يعني الموضوع مادي قوي. يعني مش لازم يبقى لا هو مش مادي، خلينا نقول عملي. تمام. نروح لبرج يعني الجوزاء. يعني ما تجيبلوش بوكي ورد، هيتضايق قوي. ايه بوكي الورد ده؟ لا كان مكان بوكي الورد يعزمه على الغدا احسن. ايوه ممكن تجيب شوكولاته. على فكره برج الثور بيحب قوي تسهره في مطعم، في لان هو برج بيحب الاكل اصلا. طبعا من الابراج اللي بتحب الاكل جدا. يعني واحده من ضمن الحاجات اللي ممكن تشد انتباه الثور او برج الثور، ان ممكن عزومه كده مثلا. طبعا الهدايا الحلوه قوي بالنسبه لي. طيب كويس. برج الجوزاء. اما برج الجوزاء انسحاب والبحث عن بدائل جديده. ده نصيحه يا فندم ولا يعني؟ لا هو عنده توقع بالنسبه له، بيسيب توقع، بيسيب شغل، بيسيب علاقه، بيسيب شيء، فكرة عايز يعملها هينسحب منها ويدور على فكرة تانية. تمام. سرطان. أما السرطان، هناك ما تخفيه اليوم عن الأنظار، قد تخشى الحسد. هو السرطان من الأبراج اللي بتخاف الحسد باستمرار؟ شوية. هو برج السرطان برج غامض ودايما يخفي، يعني برج السرطان صعب انك تعرفي عنه حاجه، دايما يخفي اشياء. فالغالبيه بتخفي عشان مش عايز حد يعرف عنها حاجه. طب هنا التعامل يبقى معاه ازاي؟ ولا حاجه، تسيبه يخاف من الحسد، حقه. طيب ماشي. حقه، يا ريتنا زيه. نجيب له خرزه زرقاء في عيد ميلاده. احنا اللي عايزين نتعلم منه. الأسد. ناصح، برج ناصح على فكرة. أما برج الأسد، أخيرا انتهاء أزمة واستجابة دعوة تسعدك. الحمد لله. العذراء. أما العذراء، بداية جديدة وإشراقة وسعادة ونجاح. الحمد لله. الميزان المترددين دائما. الميزان، مواجهات ومناقشة حاسمة قد تؤدي لقطع علاقات. يعني ده وضعهم صعب قوي النهاردة. هيندفع بقى خلاص، هو جاب اخره وخلاص. يعني ممكن ده واضح كده ان هو مش متردد النهارده، يعني النهارده مش لا لا متردد. لا النهارده بعيد عن التردد، النهارده هياخد موقف حاسم. تمام. نبعد عنه. العقرب. العقرب،
فرصة مالية جيدة تسعدك كثيرا. نتمنى ذلك الحقيقة. احنا متابعين من حالات رد كده من اي حته يعني. احنا متابعين جايه باذن الله ان شاء الله. الحمل بالنسبه يعني الهدايا بيقبل ماديه حاجات، بيميل للماديات عشان ليه يعني رجعت كل الابراج دي؟ ما هو عشان في فلوس النهارده عندك. ف الحمل الحمل من الابراج اللي بتحب نفسها، فبتحب الحاجه اللي تسعدها يعني، بتحب الحاجات. طيب تمام. ده عايز الفلوس اللي تجيلي اجيب له بيها هديه. ده ايوه انا طمعان. طب تحلم يا حلمي. ايوه ربنا يبعت لك يا رب. القوس. أما القوس احتفظ بأسرارك وأمورك الشخصية لنفسك، هناك طاقات سلبية حولك، ودي في يعني طاقة سلبية، يعني في حد مركز مع برج القوس ومركز متحفز بطاقة سلبية. يعني برج القوس هو بطبيعته بيحب يفضفض يعني زيادة عن اللزوم قوي. برج القوس صعب إن يحتفظ لنفسه بحاجة، بتلاقيه برضو من الأبراج اللي المندفعة والأبراج النارية اللي هي بتقول كل حاجة، متعرفش تحتفظ بنفسها الحاجة، فطبعا للأسف بتخبط كده في إيه بقى، في الناس طبعا اللي تستكتر عليها النعمة، الناس السلبية، الناس اللي مش حابة لها الخير. فبرج القوس النهارده حد مركز معاه جدا. طب يا أستاذة سونيا، يعني هنا حضرتك بنتكلم إن هو بيحب يفضفض فممكن يقول كلام، هل اللي بيخصه بس ولا ممكن حد يبقى مثلا مفضفض معاه في حاجة، قايل له حاجة فكمان يقولها للناس وتفاجئ ان كل الناس عارفه بسبب البرج؟ ان هو ممكن ينقل سر او يقول حاجه. يعني ممكن ينقل، مش هقول يفتن بس يعني ما يقصد. انا مش عاوز اقول فتان يعني. من الابراج، بص الابراج الترابيه هي الابراج اللي بتحتفظ بالاسرار، الابراج الناريه لا صعب. يعني برج القوس وبرج الاسد وبرج الحمل ممكن طبعا بنسبه كبيره ما يقدرش يحتفظ بالاسرار يعني مع نفسه، ممكن يقولها. يبقى ناخد بالنا من الابراج دي، ما نفضفضش قوي معاها. برج بقى الجدي. اما البرج الجدي قد تراها خساره، ولكن كثيرا ما تكون خسارتهم مكسب كبير. احنا بنقول لبرج الجدي ما تزعلش، خليها النهارده نصيحه، لان ممكن يخسر شخص ويتازم او يزعل قوي، لكن احنا بنقول ان ما حد بينكشف قدامنا في وقت قريب احسن ما يقعد معانا وقت طويل. مكسب في حد ذاته. مكسب طبعا، لانه بان على حياته من بدري بقى، بدل ما يطول معانا فتره طويله. برج الدلو. اما الدلو، لا تفرط اليوم في مشاعرك، كن معتدلا متوازنا لكي تسعد. اخيرا يعني برج الحوت. الدلو ممكن يكون ايه، هيحب بزياده، عنده افراط في مشاعر النهارده. وقلنا الإفراط في المشاعر ضد الطاقة عندنا، دايما لازم المشاعر متوازنة، لو حصل إفراط بنحط زي ما يكون بنحط كوباية الشاي بنبوظها، بنحط فيها سكر كتير فما نقدرش نشربها. تمام. الحوت. أما الحوت، تخطط اليوم لأمر هام تسعد به كثيرا. يا رب للجميع. يا رب. احنا بنشكر حضرتك دايما على الرسائل الايجابيه اللي بنبدا بيها اليوم، والحقيقه ان بتسعدينا دايما استاذه سونيا الحبال على وجودك معانا بتوقعاتك ورسائلك اللي كلها تفاؤل وامل، وبنتمنى ان اليوم يكون سعيد لكل اصحاب الابراج اللي استعرضنا معاهم رسائلهم.